أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مصر دأبت على دعم سيادة واستقرار ووحدة ليبيا وخلال كلمة ألقاها أمام مجلس النواب الليبي في بني غازي شدد جبالي على أن مصر لم تأل جهدا لدعم مسار التسوية السياسية انطلاقا من حق الشعب الليبي في الحفاظ على هويتهم ووحدة أراضيهم لقد دأبت مصر على التأكيد بالقول والعمل على حرصها على دعم سيادة واستقرار ووحدة ليبيا الشقيقة، ولم تألُ جهداً لدعم مسار التسوية السياسية للأزمة الليبية، انطلاقاً من ثوابت راسخة لا تقبل التجزئة، ألا وهي حق الليبيين في الحفاظ على هويتهم الوطنية ووحدة أراضيهم، بعيداً عن الأيديولوجية او القبليه او المناطقيه التي تدفع الى تقسيم الدوله الليبيه ومن اهم تلك الثوابت مبدا الملكيه الليبيه للعمليه السياسيه التي تهدف الى استعاده السلم والامن وبناء مؤسسات الدوله الليبيه من خلال عقد الانتخابات الرئاسيه والبرلمانيه المتزامنه في اقرب فرصه ممكنه